أن الدين الأصل فيه أن يكون إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى، كأن يكون إلى أسبوع أو شهر أو سنة أو سنتين. ولذلك إذا استدان رجل من آخر وجب أن يذكر الأجل، يذكر الأجل، لأن الله تعالى قال إلى أجل مسمى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسرف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، قال إلى أجل معلوم. وأما من استدان من آخر من دون أجل فإنه خالف أمر الله جل وعلا، ولذلك يجب عليه رد الدين ولو طلبه صاحبه بعد دقيقتين. واضح؟ رجل استدام من آخر قال أقرضني 100 درهم، بعد نصف ساعة قال رد إلي الدين، فقال ما استمتعت بها؟ قال لأنه ما في أجل مسمى، ويجب عليه وجوبا أن يرد الدين. أما إذا كان إلى أجل مسمى فلا يجوز للدائن أن يطلب من المدين أن يوفيه قبل الأجل إلا أن يتنازل ويقول له يعني مثلا أوافق على ذلك. ولذلك قال تعالى إلى أجل مسمى. وأغلب المشاكل خاصة بين الأقارب والأرحام والأصدقاء سببها هذا، أنه يقرضه ويخجل منه، يعطني 1000 درهم، تفضل هذه 1000 درهم، طيب متى ترده؟ ما قال له متى ترده، فراح وبقيت 1000 درهم 10 سنوات، وهذا يستحي ويخجل ما يقدر يسأل. وهذا بين الأرحام كثير ما تأتيني أسئلة بين الأرحام، والله أخوي طلب مني 30,000 وعطيته 30,000، والآن لها 10 سنوات أزكيها؟ طيب هي محتاجة مسكينة لل30,000. واحد يقول والله يا أخوي طلب مني 100,000 وما ذكروا الموعد. وفي بين الأصدقاء أصدقاء أصبحوا أعداء بسبب أنهم ما حددوا الأجل، والله جل وعلا يقول إلى أجل مسمى، فلا يجوز للإنسان أن يعني يخجل في مثل هذا الأمر. ما يخجل الإنسان، يقول متى ترد الدين؟ إذا قال بعدين قل لا، إيش بعدين؟ عطني بعد سنة، بعد 6 أشهر، بعد شهر مثلا، على حسب يعني الحال، يذكر الموعد. لأن الآن المدين ما اشتغلت ذمته برد الدين، صحيح ذمته مشتغلة بالدين، لكن هل يجب عليه أن يرد قبل الأجل؟ لا، لكن لو لم يسمى الأجل وجب عليه أن يرده في أي لحظة يطلبها الدائن.